صباح الخير يا برنس، عاوز اقول لك اللي انا هقول لك دلوقتي على اول الراحلين عن نادي الزمالك، وبرضو النادي الاهلي بيغرب اكرم توفيق، وبرضو النادي الاهلي هيجدد لطاهر محمد طاهر مش عارف ازاي، وبرضو بيقولوا لك ايقاف محمود البنا لمدة شهر. وبرضو يا برنس عاوز اقول لك ان ادارة نادي الزمالك قررت ان هي توقف مستحقات اللعيبة، وهقول لك ليه حلقة على الصبح كده جامدة جدا جدا يوم الجمعة. ولكن يا برنس ما تنساش اللايك بتاعك بقى، تنزل كده تعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد عشان النهاردة كده الجمعة كده نكسب ثواب، ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس. بص بقى نبدأ كده بقصة محمود البنا. محمود البنا يا برنس، الخطأ اللي حصل في مباراة البنك الاهلي مع النادي الاهلي وقصة الفار، انت مش عارف تظلمه ولا ما تظلموش، انت مش عارف تظلمه ولا ما تظلموش، لان القصه والاخبار اللي طلعت مؤكده. الفار ما كانش شغال، كانوا بيعملوا كوبايه شاي، كانوا بيعملوا خربوش شاي، فانت مش عارف تظلمه ولا ما تظلموش. ولكن بيقول لك ان لجنه التحكيم قررت ان هي توقف محمود البنا بسبب الخطأ اللي حصل، وبيقرروا برضو لان النادي الاهلي عاوز يقدم شكوى وعاوز ان هم يفرغوا الصوت والكلام مع الحكام ده، ويعرفوا ايه اللي حصل ما بين الحكم البنا والحنفي بيتهيألي في الفار، ايه اللي حصل ما بينهم، ويشوفوا ايه اللي دار عشان ما يحسبوش للاهلي ضربة جزاء. دي القصة، ولكن لسه هنشوف في موضوع ايقاف محمود البنا. وطبعا اللجنة التحكيم ما بتطلعش تعلن كده رسميا على طول ان هو يتم ايقاف الحكم ده، لا، انت لو ما لقيتوش على الساحة او لو ما لقيتوش بيحكم اي مباراة في الدوري تعرف ان هو توقف، عشان نبقى ايه متفقين. اللي بعده قصة تجديد طاهر، دي انا مش فاهمها. قصة تجديد طاهر مع النادي الاهلي دي انا مش، يا جماعة احنا بنعاني مع القصة، مش قصة طاهر، يعني طاهر لعيب كويس كل حاجة، ولكن تحس كميته مش راكبة مع الاهلي، ما انا مش فاهمها الصراحة. هو جه فترة كده بعد كأس العالم الأولاني مع موسيماني كان متألق جدا، بتاع بايرن ميونخ ده كان متألق جدا والكلام ده كله، ولكن هو اتصاب كده في النص، وبعد الإصابة تحس إن طاهر اتغير تماما، مش هو طاهر اللي احنا عارفينه، تمام؟ فما تفهمش القصة بتاعت طاهر، ولكن بيقول لك هيجددوا له لغايه 2028، لغايه 2028. فانا دي مش فاهمها، انا دي مش فاهمها قصه طاهر ازاي نجدد له يعني. ولكن هو لعيب كويس جدا، ولكن انا عندي اطراف يعني، انا من وجهه نظر لو قلت لي طاهر ولا عبد القادر اختار لك عبد القادر، ولكن كولر خلي بالك، كولر من المدربين اللي بتحبه وتكره، خدها مني دي، وطبعا انت عارفها باينه واضحه زي الشمس، ماشي. اركن حوار مين طاهر دلوقتي، اكرم توفيق. اكرم توفيق من اللعيبه اللي انا بحبها شخصيه جدا، انا بحبه جدا، بحب اكرم جدا جدا جدا، سواء بقى كوره سواء روحه شخصيه، انا بحب اكرم توفيق. ولكن النادي الاهلي قرر ان هو هيغرم اكرم توفيق من 150 الف جنيه ل 100 الف جنيه بسبب ايه؟ بسبب اعتراضه على التبديل في مباراه البنك الاهلي، اللي هو خارج راح شايط مش عارف بتاع الميه ولا شايط ايه، فده ما ينفعش، والكاميرات جابته وكل القصه دي. وقبل كده برضه حصل بتهيألي مع حسين الشحات، فالاهلي وكابتن خالد بيبو وبرضه كان قبليه كابتن سيد عبد الحفيظ ما بنحبش اللاتري، انت بتلعب سواء في نادي كبير سواء اهلي او زمالك، فما تنفعش انت كلاعب كوره محترف وانت خارج تعمل اللاتري. اه متنرفز، اه متضايق، ما تطلعش عصبيتك قصاد الناس، يا عم اكتف في نفسك، اكتف في نفسك وحط كده واخرج، هتقعد شويه هتهدى، بس ما تطلعش بقى تخبط بقى وترزع بقى فالنادي الاهلي قرر ان هو هيغرم اكرم توفيق من 100,000 جنيه ل 150,000 جنيه. تمام. اللي بعده يا برنس بيقول لك ان اداره نادي الزمالك قررت ان هي توقف مستحقات اللعيبه لغايه لما يحسنوا النتائج، وطبعا كلنا شفنا اداره، شفنا نادي الزمالك في الماتشات الاخيره النتائج على سطره بتسيب سطر، لغايه دلوقتي جوميز مش الكيميا مش راكبه، او هو مش عارف يفهم من الفرقه ان هو مش جاب الصفقات دي يا جماعه، يعني هو جه لقى لعيبه هو مش مختارها، فانت مش عارف تحكم عليه. فهو برضه ليه بعض الادوات، وبرضه هقول لك على الراحلين عن نادي الزمالك، تمام؟ فهو اللي مش مختار اللعيبه دي، فهو مش قصه مش راكبه كيمياء، اللعيبه لسه بيقعد يتعرف عليها، احنا كلنا شايفين قصه عوده صبحي، ده ماتش وده ماتش، ده اكبر دليل يقول لك ان الراجل ده لسه ما فهمش اللعيبه كلها.
تمام. فالاداره قررت انها توقف المساعدات عشان اللعيبه تشد شويه وتجز على اسنانها شويه وتلعب برجوله اكتر في الملعب. تمام تمام. اول ثلاثه ماشيين من نادي الزمالك هم الثلاثه الاجانب، سواء بقى سامسون، سواء ابراهيم مناضاي، سواء الجزيري، سواء مين تاني، هما الثلاثه دول سامسون والجزيري وابراهيم مناضاي، فهما الثلاثه دول اللي هيمشوا اما المصلوس مكمل. فانت بتتكلم ان الثلاثه دول ما تفهمش هما جم اساسا نادي الزمالك ازاي، يعني احسن الثلاثه هو الجزيري، لا احسن الثلاثه، وجوميز واضح زي الشمس ان هو مش مقتنع بيه، وجوميز واضحه زي الشمس ان هو مش مقتنع بالجزيري، فهي باينه قصاد الكل. فهو طلب برضو ان هو التعاقد مع مهاجم، وهقول لك برضو قصه المهاجم دي في فيديو تاني، هقول لك بقى على اخبار المهاجم اللي ممكن يجي نادي الزمالك في فيديو تاني. ولكن جوميز يعني هو مش عاوز الثلاثه دول، واضحه، وكلنا شفنا سامسون وشفنا ابراهيم الضاي، ولكن قصه الجزيري دي انا مش فاهمها. ولكن الجزيري مهاجم منتخب تونس ومهاجم كويس كل حاجه، ولكن هي واضحه ان جوميز مش مقتنع بالجزيري. وهنشوف في الايام اللي جايه يا برنس. ما تنساش اللايك بتاع كلمتين والمتابعه لو انت ما تابعتناش، وصلى على سيدنا محمد والسلام.